في داعي للتوتر. بلا في. مو بدي اتعرف على امك؟ ياسمين انا قلت لك من قبل. قلت لك امي خان وماغا، اوعك تتفاجئي. شلون يعني؟ يعني هي وشها عابس شوي، بتحكي من فوق. لا تاخدي على خاطرك، هيك طبيعتها. رفعت معنويات كتير والله، شكرا. حاسه رح يوقف قلبي. يا حبيبتي انا موجود جنبك، هدي حالك. اخذت هديه لامك، ما بعرف اذا لازم اخذ لكل اللي بالبيت. كان لازم اخذ يا ترى؟ حبيبي خلينا نروح على شي مول ونشتري هدايا للكل. ما في لزوم حبيبتي، اشتريت لامي وبكفي. حاسه حالي رح اختنق صواش. اهلا وسهلا. اهلين.